أكبر من مساحة ملعب وأجمل من لعبة رياضية لم تشهد البصرة بل العراق عرصاً وطنياً خليجياً عربياً منذ أكثر من 40 عاماً، لكنه تحقق وارتدت البصرة ثوب الفرح وبث العراق للأشقاء تاريخه، حضارته، مجده الذي ظل باسقاً يزهر بعائلة الخليج الواحدة في فيحاء التاريخ. الافتتاح الذي أبهر وأثر توحدت فيه أصوات سياسيين من كردستان إلى البصرة مرحبين بضيوف العراق. هنا وحدت الفرحة خطاب السياسيين والرياضيين والفنانين كنسيج ألوان أشرقت في سماء البصرة، إذ غرد زعيم التيار الصدري بلغة الترحيب بضيوف العراق تزامنا مع افتتاح البطولة. رئيس أقليم كردستان جرفان بارزاني أعرب عن سعادته بحضور حفل افتتاح بطولة خليج 25 وعن فخره بالإنجاز العراقي. ورغم تعكير صفو عابر أو كما قال الوفد الكويتي الذي غادر ملعب جذع النخلة كما قيل لسوء تنظيم، رغم أن الرد جاء من أبناء جلدة الكويت بمقطع فيديو على لسان مواطن كويتي منتقدا منشورات لم تسلط الضوء على إيجابيات وجمالية الترحاب. سوء التنظيم وتصورون وتدزون فيديوهات وتورون واللي يتكلموا هذا وما دخلونا، نفس الشيء صار بالكويت ترى. رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال أعرب عن أسفه الشديد لخروج بعض الأمور التنظيمية عن إطارها الصحيح، متقدما باعتذار رسمي للوفد الكويتي لما واجهه من صعوبات في دخول ملعب جذع النخلة. رئيس اتحاد الكرة الدولي إنفانتينو ورئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم هنأ العراق على الترحيب الحار والجهد التنظيمي على افتتاح خليج 25 في البصرة. فنانون صحفيون أشادوا بالحفل الافتتاحي المبهر لبطولة كأس الخليج العربي وبالحضور الكبير، معربين عن أملهم أن يسهم حسن التنظيم برفع الحظر عن ملاعب العراق وعكس صورة إيجابية عن أوضاعه. يتعطش العراق إذن لتسجيل قصة نجاحه في أول بطولة يحتضنها على أرضه رغم غياب طويل جداً، ليكون بابا إلى نجاحات غائبة في اقتصاده وأمنه واستثماره وصناعاته، مسترجعا مجده العريق.